النهارده انا عايزه اعمل لكم بطاطس بالفراخ او فراخ بالبطاطس، لذيذه جدا في الفرن بالطريقه الشامي. تعالوا نشوف مقاديرنا ونبتدي فيها على طول مع بعض. اول حاجه انا عندي فرخه مقطعاها 4/4، عندي بطاطس مقطعاها ويدجز بقشرها زي ما هي، عندي عود كرفس، عندي زيت زيتون، 2 معلقه كبيره سماق، ملح، فلفل اسود، ليمونه، 5 معالق كبار زعتر. الزعتر اللي بنستعمله هي دقة الزعتر، مش الزعتر التاني، الزعتر اللي هو دقة الزعتر. عندنا كمان ربع معلقة صغيرة شطة قرون جافة، عندنا 2 فص ثوم، وعندنا 6 عواد زعتر أخضر زي ما هو بالجذع بتاعه. طيب تعالوا أول حاجة نعملها، احنا عايزين نعمل الصوص أو المارينيشن بتاع الفراخ نفسه. الفراخ دي لما بتطلع من الفرن بجد بتبقى حلوه قوي، الكراست بيبقى عليها زي كراست من دقه الزعتر بزيت الزيتون، بتديها طعم بجد خرافه. هحط زيت زيتون وهعمل اكني بالظبط بعمل دقه زعتر اللي بنعملها جوه المناقيش او السندوتشات او كده، هنزل فيها الزعتر، اديهم تقليبه مع بعض، هحط عليهم الشطه القرون، والسماق، البودرة، هنحط كمان الليمون، هنحط عصير ليمونة تقريبا، طبعا ملح وفلفل، هدي كل ده تقريبا مع بعضه كويس، وهنزل الفراخ في الصوص ده. طبعا برضو لو قدرنا نتبلها من بدري ونسيبها في التلاجة هتفرق قوي في الطعم. هروح انا ديها تقليبه حلوه، هنبتدي نقلب الفراخ مع بعض في دقه الزعتر وزيت الزيتون والبهارات والتوابل اللي حطيناها معاها. وزي ما قلت لكم يستحسن نحطها في التتبيله دي من بدري قبل ما هننقلها في البايركس مع الخضار. كده الفراخ بتاعتي اتتبلت كويس قوي، تعالوا بقى نجيب بايركس. نحط فيها البطاطس اللي احنا مقطعينها واجز، نفردها في الطبق، هنحط عليها شوية زيت زيتون عشان تديلها كريسبة حلوة لما تخش الفرن. عواد الزعتر، وهحط كمان عليهم الثوم الصحيح والكرفس، وهحط الفراخ على الوش. هننزل الفراخ على وش الخضار، هنزل كل الصوص ده على وش الفراخ والخضار مع بعض. عايزه احطها على وش الجلد عشان تاخد لون حلو. وهنزل الدريسنج عليها. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 تقريبا. هتقعد من ساعه لربع ساعه. وبعدين هسيبها على الشوايه 15 دقايق تحمر وشها وهطلعها.